السلام عليكم. موقع عبري. الصين وجهت لأول مرة رسالة حادة لإسرائيل. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشف موقع ولا العبري يوم الأربعاء أن الصين وجهت رسالة حادة لإسرائيل دعت فيها تل أبيب إلى عدم السماح للضغوطات الأمريكية بإفساد العلاقة مع بكين. ونقل موقع ولا العبري عن مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية رفضوا الإفصاح عن أسمائهم أن الصين حذرت إسرائيل الأسبوع الماضي من الإضرار بالعلاقة مع الحكومة في بكين بسبب الضغوط الأمريكية. وأضاف أنه تم تسليم الرسالة الصينية الأسبوع الماضي إلى سفيرة إسرائيل في بكين إيرلت بنباد من قبل يولجيل جولا أحد كبار الدبلوماسيين في الصين الذي يرأس قسم العلاقة الدولية في الحزب الشيوعي، وهو منصب عالي المستوى وبمثابة وزير في الحكومة. وقال مسؤولون كبار في الخارجية الإسرائيلية إن هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها إسرائيل مثل هذه الرسالة الحادة والمباشرة من بكين بشأن مسألة العلاقة الثلاثية بين إسرائيل والولايات المتحدة والصين. وأوضح عضو بارز في الحزب الحاكم في الصين للسفير الإسرائيلي في بكين أن العلاقة مع إسرائيل تمر بنقطة اختبار حرجة، وقال إنه يأمل ألا تنحاز إسرائيل إلى السياسة الأمريكية تجاه الصين، وشدد على أنه إذا أساءت إسرائيل إلى الصين بسبب الضغوط الخارجية فسيكون قرارا سياسيا إسرائيليا خاطئا. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.